السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ولا عجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي جداد على القناة واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهدة وعلى التعليق الزوينة اللي كتحطوا ليا. بسم الله، انا عندي هنايا واحد نصف كيلو ديال الدجاج، ديال صدر الدجاج او صدر ديال الدجاجه، وقطعته هكا شرائح. كندير شويه ديال زيت البلديه او زيت الزيتون، وكندير شويه ديال البصله بودره، كندير شويه الثومه بودره، كندير فلفل اسود، كندير الكركم او الخرقوم البلدي، واحد المعلقه صغيره ديال الخردل، وواحد المعلقه صغيره ديال الصوجا، راس المعلقه ديال الملحه، وكنخلط مزيان هاد التوابل. غادي نرقد فيهم الصدر ديال الدجاج اللي درتو هكا شرائح، كنلبسو مزيان وكنخليه واحد نص ساعه على الاقل، ولا عندنا الوقت كنخليه حتى ساعتين بحال هكا متبل وتيترقد في هاد العطريه. غادي نجيب واحد المقله كندير فيها شويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون، وكنديرو هكا كيتشحر في الاول، هو الاول كنشحرو. هاد التتبيله راه كتجي رائعه البنات، وجربوها وردوا عليا في التعليق ديالكم، وما تنساوش ديروا ليا تعليق، وما تنساوش ديروا ليا جيم باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وهنا كنبدا نطيبو بحال هكا، كنشحرو مزيان حتى كيطيب. غادي نخليه كيتشحر ونرجع بحال هكا كنقلب الشرائح باش كيطيب من الوجه ديالو من الظهر. بحال هكا اللي بانت ليا باقي ما طايباش كنقلبها بحال هكا كطيب. صافي، بعد ما كنطيبوه كنحطوه على جنب، كنخليه بحال هكا كيطيب، وغادي نرجع نقص عليه ونرجع نجيب. هنايا عندي واحد سلافة ديال الروز وغادي نضيفها، انا عندي هذا الروز الصفر غادي نضيفها في واحد الاناء، وكنغسلو مزيان ضروري ما كنغسلوه ثلاثه المرات او اربعه المرات حتى كيتنقاه من هاد يعني من هاد النشا اللي تيكون فيه. غادي نصفيه ونعاود نزيدو الماء كيف ما قلت لكم، كنغسلو مزيان وغادي نرجع تاني نصفيه. انا هنايا ثلاثه الخطرات وانا كنغسلو، وانتم شفتوا الماء ديالو راه ولا نقي، وكنخليه مرقد على جنب. وغادي نجيب واحد الحبه ديال الشيفلور، وراه هذا تبارك الله الوقت ديالو كنستافدو منه باش كناكلوه. هاد الورق غادي نحتفظ بهم ما غاديش نلوحهم. غادي نقي هكا الشيفلور مزيان، كنحيد ليه هاد العظم الوسطاني، كنقسمها هكا على جوج، كنحيد ليه هاد العظم الوسطاني، وكنحيد هاد الشجيرات او هاد الزهره بحال هكا، استمر عليها بحال هكا ما كنخليش فيها العظم بزاف باش دغيا كطيب. غادي نزيد النص الثاني لان عندي الشيفلوره هنايا صغيره، الا عندكم شيفلوره كبيره كديروا على حسب الافراد العائله. انا غادي نديرها كامله، كنحيد ليها هاد العظم صافي. وغادي نديرها في واحد بحال هكا في واحد الاناء، تنضيف عليها الماء وتنعصر عليها واحد الليمونه حامضه او نص ليمونه حامضه، كنعصر عليها مزيان باش كتحيد داك الزفر ديالها صافي، وكنخليها على جنب. وهنايا انا غادي نجيب واحد الاناء اللي كيدخل الفران او الصينيه اللي كتدخل الفران، كنخلي شويه ديال الماء، ما كنخليش الماء بزاف، كنصفي كندير الزيت البلديه على الروز، وكندير شويه ديال الملحه حسب الذوق، وكندير هكا الثومه بودره، كندير البصله بودره، انا عندي البصله بحال هكا، وغادي نسرح
وكنخلط هاد التوابل اللي درت، يعني راه كنكتفيو بالملحه فقط وبالبصله والثومه. وغادي نسرح هكا الصينيه ديالنا، حنا غادي ندخلوه للفران، ما غاديش نطيبوه هكا فوق البوطه، غادي ندخلوه بحال هكا للفران، وراه كيجي رائع البنات. وجربوه ردوا عليا في التعاليق بحال هكا فاش كنكونوا هكا ممسالين. شوف فاش غادي نطيبوه بحال هكا في الطنجره ولا هذا، كندخلوه للفران وكنمشيو نقضيو شي غرض اخر. صافي كنسرح هكا فوق منه هاد الشرائح ديال الدجاج، كنوزعهم بحال هكا عشوائي. كنكمل الكميه اللي عندنا، وغادي نرجع نصفي هكا الشيفلور. كنهز هاد التتبيله اللي كاينه، هاد لاصوص اللي بقى هكا في الكسرونه، كنسرحو كنسرح بحال هكا الشيفلور، كندير البليص اللي خاويين بحال هكا، وراه كتجي الاكله كتجي رائعه البنات. جربوها وردوا عليا في التعاليق. صافي بعد ما كنستفوه كامل كاع البلاصه اللي خاويه بحال هكا كنعمروها، غادي ندير هكا في الجنب. صافي هذا اللي بقى عندنا صغير بحال هكا، ما كنضيعوش حتى هو كنضيفوه. كنجيب هنا لي سفليطر ديال الحليب وكنضيف عليه الحليب، نصف لتر راه كافي في هاد الزلافه ما عامراش، واحد 200 غرام ديال الروز. صافي وكنغطي، انا عندي هنايا الورق ديال الطبخ كنغطيو به اهو، كنغطيو بشي لاطه، وغادي من الفوق غادي ندير عليه اللاطه، ولا عندنا بابي الومنيوم كنديرو بابي الومنيوم، انا ما متوفرش عندي سهل ليا. ودخلته للفران، شعلت عليه على درجة الحرارة 180 وخليته هكا واحد ساعة الا ربع ديال المكانة او 45 دقيقة. صافي راه كان طيب وناشف وكيجي من اروع ما يكون، والدجاج ديالنا حتى هو راه طيب، والشيفلور حتى هو طيب، والروز. وهكا كنكونو كملنا الوصفة ديالنا، كتجي من اروع ما يكون وكتجي لذيذة بحال هكا، وجبة غداء او وجبة عشاء، حتى الغداء كنديروه بحال هكا علاش لا، كيجي من اروع ما يكون. وكنقول لكم الصحه والراحه، وما تنساوش ليا لايك الفيديو، غادي نخليكم مع الصور ونقول لكم الصحه والراحه. انا راه كنحط فيه هكا سخون، لان حفيدي قال لك ما نخرج حتى نخرج للمدرسه حتى ناكلو عاد باش نخرج، وحطيت ليه بحال هكا. وغنقول لكم الصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.